نتحدث عن بعض ما جاء في القرآن عن اسم الله الرحمن، ولذلك من رحمة الله بأهل الإيمان أنه يحبهم فيضع لهم القبول في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، كما جاء في تفسيرها في الحديث النبوي. ولذلك لما تعرضوا لرحمة الله وعدهم يوم القيامة جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتياً.